مساء الخير. نرحب بجميع الحضور في حفل افتتاح معونة الخير السنوية. نبدأ الاحتفال مع كلمة مقررة لجنة معونة الخير السنوية سيدة نهى شنودة، فلتتفضل. سعادة الأخ جورج أبو خضر والحضور الكرام، راعي حفل المعونة لهذا العام الدكتور إحسان حمارني، رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة والتعليم وأعضاء الهيئة الإدارية، مديرة المدرسة السيدة مي قصوص وأعضاء الكادر التعليمي والإداري في المدرسة، أعضاء مجلس النشاط المحترمين والحضور الكرام، أسعد الله مساءكم بالخير والبركة بمناسبة قرب حلول الأعياد المجيدة، حيث نبدأ نشاطنا السنوي بحملة الخير السنوية لمساعدة العائلات الأقل حظاً والتي يزداد عددها في كل عام وتزداد شدة الحاجة بعد موجة الكورونا التي أساءت مادياً ومعنوياً للكثير من العائلات الذين فقدوا مصدر رزقهم. إن الجمعية التي تأسست عام 1957 بدأت ومنذ بداياتها الأولى بتقديم هدايا في عيد الميلاد المجيد للعديد من العائلات الأقل حظاً ولو بشكل بسيط، ولكن هذه العادة تحولت رسمياً إلى حملة معونة الخير السنوية والتي تضم المئات من العائلات بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين، وهذا مما يدل على مبادئ الجمعية في خدمة المجتمع المحلي، ويمثل أيضاً اتباعنا لكلمات السيد المسيح: من له ثوبان فليعطي أخيه ثوباً. المعطي المسرور يحبه الله، وها أنتم يا أخ جورج لبيتم الدعوة لعمل الخير كما عهدناكم، كيف لا وأنتم أبناء الأرثوذكسية وكان الوالدان رحمهما الله من أركان الجمعية، وقد ربيتم أولادكم في هذا الجو الأسري الأرثوذكسي أحسن تربية. إن هذه الحملة تعنى بتقديم المواد الغذائية مع الصباط البطانيات وغيرها مما توفر لتلك العائلات بمناسبة الأعياد المجيدة في كل عام كهدية ومعايدة حتى يفرحوا بالعيد كسائر الأسر. جزى الله خيراً كل من قدم وتبرع وساهم على تأمين هذه المواد وأكثر من أمثالهم من أفراد ومؤسسات وشركات ومصانع وطلاب وأطفال الروضة. في الختام لا يسعني إلا أن أشكركم على الحضور وأذكركم أننا على موعد يوم الخميس القادم في 15/12 الساعة 12 ظهرا سيكون اللقاء لانطلاق المعونة لتصل إلى مستحقيها قبل حلول عيد الميلاد المجيد، لنعمل يدا بيد على التخفيف من معاناة العائلات المستورة، ونرتل مع جوقة الملائكة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. كل عام وأنتم بخير. مساء الخير. كلمة الفريق.
بجدية تامة وحب في تحمل المسؤولية اجتمع هذا العام لأول مرة فريق نموذجي وبسيط ومتكاتف ليشكل نواة مصغرة لنادي الدراما الكبار، وبنفس الجودة يقدم لكم اليوم وبمدة زمنية قليلة بكور تدريباته المسرحية مروزة، عمل مسرحي كوميدي يحكي عن الدفء الأسري والتكاتف الاجتماعي والمساعدة الآخرين من خلال تخيل بسيط للميلاد بكوكب زحل عام 2050 وكيف يكون. هي رؤية بسيطة يبحث عنها طفل بهذه المرحلة النمائية، ثم يأتي العيد، عيد الميلاد، ليحقق لهم جزء من هذه الرؤية. ونأمل أن تستمتعوا بهذا الأداء. نرجو أن الجميع يطفي موبايلاته شكرا. Love in all the way.
معي. عفوا بس عندي سؤال محيرني. تفضل اسأل، مع انه انا ما بحب البرم كتير. انت عندك واد اسمه خليل، وخليل ابنك الكبير، صحيح مدام؟ كلام سليم مية مية. هو السؤال فين؟ ربنا يخليه وتشوفيه عريس يا رب. مدعوس. هو السؤال فين؟ خلصني. كلنا بنكلمك وبنقول لك مدام مروزة بالصح لازم نناديكي ام خليل. ما شغلك الموضوع ده؟ انا الصبح اسمي مروزة، وبعد الظهر انا اسمي ام خليل. فهمت؟ فهمت. يعني بعد ساعة انت ام خليل؟ العيد مطول يا مدعوس، العيد مطول، مع السلامة. كل سنة وانت طيبة. صباح الخير، شو في عالصبح؟ صوت منحوس وصوتك، شو بتتخانقي مع الحارس؟ أولاً حارس العمارة اسمه مدعوس. ما فرقت، مدعوس، منحوس، كله نفس مصيبة. وثانياً في خبر كتير 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 حلو، عم الدولاب ألماز وصلت وهي موجودة بالمطار. ألماز؟ ليش؟ كيف بقت؟ بكل بساطة، أول ما سمعت إنك هون دغري حجزت أول طيارة، وحتى لو ما في طيارة حجزت تحجز أول طيارة وبتطيرها كمان، يعني مستحيل تضيع حالها بعيد. طب عندي سؤال، كيف عرفت إني أنا هون إذا مبارح رجعت من السفر؟ تواصل اجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي، والكل ببعت وبصور وبحكي. أنت بعتي لحدا؟ أنا ما بعتت لحدا، يمكن بس ستة سبعة من صحباتي. والله؟ وابو خليل والاولاد والبنات والجرب، وبتعرفي حتى اليابان عرفوا بالتاكيد انك هاي السنه جاي تعيد. يعني ولو الله يسامحك، هاي بس ثامن مره باجي بعيد عنكم من وقت ما تجوزتوا. 8 زائد 10 18 سنه، انا عديتهم 18 سنه انت، و18 سنه عمت الاولاد الماس، وانا صار متزوجه 18 سنه. ما علينا، لازم اجهز البيت قبل ما توصل الماز، عيب ما يكون البيت جاهز والاكل كمان. عندي فكره، اعملي مجدره تكرهها، او خلينا نطلب من برا تنمغر. عيب الحكي سوار، ما بتاكل من برا، واخوها زيها، واليوم الصبح ابو خليل طلب مني مقلوبه. يس مقلوبه، والشجره بدها تكون هون الليله، انا والبنات بدنا نزينها. جبت معي زينة من برا، تخيلي ولا اشي انكسر، يعني بتقدري تحكي الشجرة بتكون مميزة. اصلا دائما الشجرة بتكون احلى واحلى كل عيد. سوى بتقدري تفتحي الباب عشان تجري؟ هاي جارتنا ام خليل، كيفك؟ اشتقنا لك. وين الغيبة؟ دقيقة خليل، صار وقت بعد زمنك كتير معيسة، يعني أنا كنت كتير مشغولة هالأيام. مبين. وهاي أختك إذا أنا مش غلطانة صح؟ وين عمة الأولاد؟ غريب. معيسة لا تقلقي، ساعة وبتكون هون. شو ما شاء الله كلكم حافظين الدرس. أم خليل، بدي أستعير منك طقم التناجر الفخم اللي عندك إياه، عندي عزومة كبيرة. أكيد ولو أكم معيسة عندنا. تفضلي ارتاحي، تشربي فنجان قهوة؟ لا لا شكرا، بما انك مشغولة والعمة الماس جاي، بيني وبينك بخاف منها. وأنا كمان برتبك منها. وأنا كمان. عاد غريب، بتحبك وتتسلوا كتير مع بعض. بتحبني؟ بخاف أرين عليكي تليفون لما تكون هون. وأنا كمان. لما تناديني ببطل أعرف أحكي، بتقولي بنربط لساني. وأنا كمان. أم خليل، في جارة جديدة سكنت عنا، بدها تتعرف عليكي، اسمها أم زياد. جارة جديدة؟
بدي تعرف علي. ام زياد. اه تشرف. هلا بخلي مدوشي ينزل لك التناجر. شكرا شكرا. مع السلامه ام عيسى، ما تنسوا نشوفكم هاي العيد. مش لو سافرتي احسن. اسافر؟ هو بالبقى لي السفر. يلا بنشوفكم على العيد. شكرا. Come on girlies. سوا تعالي ساعديني بالمطبخ. وهدايا، شو بدي احسن من هيك؟ كل جسمي بوجعني. ما شاء الله كل هاي هدايا. وين تزين الشجره؟ اكيد عم تستنى عمتي الماز. هاي الهديه لماما، وهاي لاختي فريده، وهاي جاره امي ام عيسى. وين هديتي؟ الله يسامحكم. مرحبا. مرحبا اختي الماز، الحمد لله على السلامه. العيد صار عيدين مبين. شو لسه واصل من الشغل؟ ما قلت لي مين من هبل. لا لا ولا حدا من هبل. لا بس ابو خليل كان عم بيمزح شوي. فاضل الغرفه جاهزه. طبعا بدي ادخل، تعبان كثير من السفره وبدي ارتاح. مازورة الغرفه جاهزه. ماروزا بحب ادلعك. الغرفه جاهزه تفضلي. صح ابو خليل حكالي مسافر بس انا ما رديت. سمعتك، كان سافرتوا بس العيد بين الاهل ومع الاهل احلى. اهلا اهلا حبيبتي سوار، كيفك؟ كمان هاي المرة وصلتي قبلي. ممكن تساعديني تحملي الشنطة؟ انا بغرفة البنات. البنات وين بدهم يناموا؟ سمعتك، البنات بيناموا معك. انت ارتحتي من امبارح لليوم، هلا اجى دوري. استني تعالي، هاي هديتي لمزورة، حطيها عند الهدايا. واو مغلبة حالك. طبعا مزورة بتستاهل كل خير. يلا لسه اعيد وسعيد، لسه ما روحوا. قريب عاد مدرستهم قريبه. وصلت يا ما وصلت. لعبت مباراه قدم بالحاره هيك. واخوك عيد وينه؟ ما بعرف، طلع البيت قبلي وكان مستعجل كثير. طب وهي اغراضه هون. قريب يعني مش بغرفته ولا عند اولاد الجيران
ولا بالمدرسة، وين يعني يروح؟ يكون بيلعب بالحارة عادي. أكيد صح؟ أبو خليل طمني، اتفقت مع سانتا؟ اتفقت، وطلبت من المدعوس بالتليفون يطلع ينظف المدخل من فوق. ممتاز، الغدا بعد ساعة بيكون جاهز. ماشي، أنا رايح أنام. يما هديتي جاهزة؟ سعيد شو يما هاي اولا؟ ثانيا نزل اجرك، ثالثا هديتك جاهزة. اوعك تقرب على الهدايا. ماما مين هديته اكبر، انا ولا عيد؟ وبعدين معك انت واخوك توأم، عيد سعيد، سعيد وعيد، وما من فرق بينكم، وان شاء الله هذا العيد يكون سعيد زي كل سنة. انا رايحة احضر الطاولة، روح شوف مين على الباب. مين على الباب؟ مرحبا حبيبي. شو كرموش؟ انا جمعتكم ام زياد، اسكنت بالعمارة اليوم. الماما موجودة؟ امي بتحضر الغداء ومش فاضية، امي ما بتحب الحكي كتير ودايما مشغولة، واخوي عيد ضايع، وخالتي وعمتي عنا، واخواتي نايمين، وانا سعيد واقف قدامك. خير؟ نعم. الله يحميك، شو شاطر، بينفع تشتغل معلق رياضي؟ ما حزرتي، انا مش شاطر كتير بالمدرسة، واخوي اشطر مني، واخواتي الاوائل على الصف، بس ما بيعرفوا يقلوا بيضة، وابوي زلمة بيتعب، وخالتي مهندسة، وعمتي كل جيرانكم حكوا لي عنها. ايش انا ما بدي استعيد منها صينية، ممكن؟ وهي احلى صينية ماما محضرتها الك، تفضلي. واو، صينية فطم من النوع الاصلي، هي ما في منها، وتقيلة كمان. شكرا يا حجارة، شكرا يا سعيد. عفوا. عشر يوم عطلة، لازم افكر ايش لازم اعمل فيهم. دراسة امتحانات آخر يوم مثل كل أصحابي. غلط غلط غلط، ما بيصير هيك. خطط صح، لو كل يوم تدرس مادة واحدة بتكون الأول على الصف. ماما ماما، بلشنا. اسمعوا، أنا مش مريض وما بتأمرض زيكم، المهم أفهم الشرح ودروسي. شو قصدك؟ يعني أنا مريضة؟ الله يسامحك، هلأ الشاطر بيصير مريض؟ ماما ليش عم بتصرخي؟ عياط ولا صوت بدي اسمع. عمتي كل بابا نايم، تعالي. جوعاني ماما، جوعاني. شو صوت هلا عمتك بتصحى؟ اي ولا صوت بدي اسمع. ما رح تسمعيني هيك. بيتكم الواحد ما بيعرف ينام فيه؟ ليش الصراخ؟ ليش العياط؟ ها شفتوا؟ عمتكم انزعجت منكم. نادولي مدعوس. عمتي هاي عياط، هيك دائما بتعمل. عمتو سعيد بيكذب. انا هيك بعيط، ماما مامي مام. سعيد اركض ناديني مدعوس. سعيد استنى شوي، اعيد يا جماعه اعيد، انا كثير خايفه عليه. لهلا ما بين، يعني مش بغرفته ولا عند اولاد الجيران ولا بالمدرسه، يعني وين بده يكون؟ بعيط. طيب بشو عم بتفكري؟ يعني في خطة جديدة هاي السنة؟ في خطة جديدة؟ أنا عندي فكرة، خلينا اليوم ننام بكير وبكرة منفكر، الهدايا والشجرة جاهزين. تفضل تفضل مدعوس. أهلا أهلا يا فندم، الحمد لله على سلامتك، كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا مدعوس، ومصر طيبة وعيالك طيبين. خير في حاجة؟ نعم يا مدعوس فيه. ده انت تؤمري يا ستي هانم، كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا مدعوس، خلي عمتنا تحكي. عم نستنى المفاجأة، ليلة العيد بكرة، يعني لازم كلنا نجهز حالنا، والشجرة كمان لا تنسوها، وعمتي ألماز أكيد 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 رح تعملنا إشي كتير حلو.
فرحة العيد رح تكون هذا العام. أعمل إيه يا ست ألماظ؟ بسرعة نادي جارات مزورة وولادكم. حاضر. ولميس روحي نادي خالتك، وعيد روح سعيد روح فتش على عيد الضايع، وانتي عياط روحي عيطي شوي عند البابا. أعيط بصوت ولا بدون صوت؟ بصراخ. وخليلي بنكم الكبير وينه؟ ما شفت خليل لحلا. بابا بابا بابا. فريدة روحي نادي أنا طالع توجيه شو لسير البيت فاضي مش عارف أركز ولا أدرس. شو فيك؟ حاسس في مصيبة؟ ليش لسه ما قدينا لهلا؟ لأنه شكله هذا اليوم ما رح يمر على خير. يا جماعة عيد ضايع ومش مبين. عيد ما بينخاف عليها، رح يكون أول واحد مبسوط هاد بالعيد. شو مالكم؟ أكيد عيد المشكلة، خير شو صاير؟ أخوك لسه ما روح. عيد يضيع، لهلا ما بتعرفوا عيد، إيه فكرتي بشي بحبوا عيد؟ حب النوم، نام سنة كاملة. عيد مرة نام بغرفة ماما، ومرة في بيت الكلب، ومرة على البلكون، دوبين عم نفتش عليه، يعني أكيد عيد مالك. يا عيد تفتيش كامل بالبيت، بسرعة روحوا فتشوا بالبانيو. مروزة، مزورة تعال. أداش تحس الهدايا والألعاب والأواعي بالصناديق تحت كنت مدروس. ممتاز بس ليش مدروس؟ كيف ليش؟ مش أنا وياك اتفقنا هذا العام ما في مشاكل وبس خير وما بتحبيني أكركر؟ صح والله بكره البيت مكركر وأنا هلأ مش قادر ولا أفكر ولا. طب إيش هنساوي بالصناديق؟ خلص جارتي زياد ولادها بيساعدوني وجارتي قيس ولادها بيساعدوني. ولو يا الخليل سر سر علي أنا. لا سر ولا شيء، الليلة بس الكل يجي بحكي وأهم إشي هلأ العيد.
داون جروز. أحسن حل. أنا بخاف من الشرطة وأنا كمان. ما ممكن أنوع. ستة. يلا. مين هاي؟ ليش سابني؟ شكلها مريضة. حرام عم نزعجها. سيارتك حلوة. عيب هيك تحكي وتعمل. تعال لهون. ما بدي. تعال لهون. ما بدي. قلت لك تعال لهون. هاي بتكون تيتا ماشي أم ماما، رجعت من هواي قبل ساعة، جابتها الإسعاف من المطار. شرطة؟ ليش الشرطة؟ في حرامي بالبيت؟ حرامي؟ بس ما في حرامي بالبيت. ابني عيد ضايع وبدها تبلغ الشرطة. ايه؟ اي عيد ضايع؟ ماما ابني عيد ابني. طيب تخليني الصوبة بدالة. فيش حطب بالبيت. اشتريت. اي معقول يكون في كريسمس بدون فاير بيس؟ اصل المدعيد كل سنه بولعها. الدنيا الصبح يا مدعوس. عفوا يا ستي هانا. ماما اظن انا لقيت ايد. عن جد؟ وينو؟ احلى هديه مني لبس. وينو؟ لا ترد عليها بتمزح. تحب تمزح. بس يا بنت ستة. بس عن جد لقيته. خلوا الواحد ياخذ غفله. حرام يعني. يس لقيت.
Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a piggy pudding. Oh, bring us a piggy pudding. Oh, bring us a piggy pudding. شكراً لطلبة المدرسة الوطنية الأرثوذكسية. كل سنة وإنتوا سالمين، ونتفضل تتفضلوا البورد، الهيئة الإدارية، راعي الحفل، صورة جماعية بليز.